مرحبا للجميع بفيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم رح نحكي عن الفيزا المتعددة بنيوزيلندا. هذه الفيزا تعطينا كتير حلول للاستقرار بنيوزيلندا، تعطينا حلول لزيارة نيوزيلندا، كمان تعطينا حلول إذا حابين إنه ندرس بهذا البلد، حابين إنه نستثمر بهذا البلد عن طريق هذه الفيزا المتعددة. هذه الفيزا بتفتح لنا أبواب كثيرة، يعني بتساعدنا أول شيء بموضوع الدراسة إذا حابين مثلا ندرس بنيوزيلندا، إذا حابين أنه نستثمر بهذا البلد، أو حابين أنه نزوره للسياحة، أو حابين نأسس مشروع صغير. يعني حيكون في عدة خيارات بهذا البرنامج أو الفيزا اللي لها خيارات كثيرة. طبعا التقدم لإلها ما حيكون بصعوبة وإلها ميزات كتير كبيرة، بالإضافة لأنه ممكن نحصل على هذه الفيزا من دون أساسا منزور السفارة. يعني الشخص ممكن يقدم على هذه الفيزا وما يعطي بصماته، لأنه أحيانا ما بيطلبوا البصمات للأشخاص المتقدمين، وأحيانا يطلبوا على حسب كل طلب. نعم مو مثل موضوع كندا أنه لازم تعطي بصماتك، ممكن عن طريق التقديم أونلاين أنه تقدم الطلب بشكل كامل وما تحتاج أساساً أنه تعطي بصماتك، فهيك بيكون التقديم أونلاين بشكل كامل، وهذا جداً مريح وبيخلينا نحكي أنه كل الأشخاص من كل الجنسيات بيقدروا يتقدموا لهذه الفيزا. طيب خلينا نحكي عن الشروط. إذا الشخص مثلاً كان لاجئ، نبدأ بأول نوعية من الأشخاص وبدي يقدم لهذه الفيزا وعنده جواز سفر، أنا ما بنصحه. يعني حتى إذا بدي يتواصل معنا ونقدم له ما بنصحه، لأنه منعرف أنه النتيجة ما هي لصالحه. لهيك ما منقبل كمكتب محاماة أنه نقدم لأي شخص بطريقة ما بتتوافق مع هذه المعطيات اللي إحنا عم ندور عليها، لهيك ما منقدم له. السبب أنه إقامة اللجوء غير صالحة لنوع من أنواع هذه الفيز. فأول شخص لازم يعدل وضعه لحتى نقدر نقدم له بهذه الطريقة. طيب الشخص الثاني اللي عايش ببلده طبعا بيقدر يقدم شو ما كان جنسيته، أو شخص آخر إذا كان عايش بالخليج وعنده إقامة نظامية بأفريقيا بآسيا ما بيهم، لكن نقدر نقدم لهدول الأشخاص ما عدا الشخص اللي عنده إقامة لجوء. طيب هل الشخص يلي مرفوض بالسابق بيرجع يقدم؟ إذا كان مرفوض لأوروبا، مرفوض لنيوزيلندا، مرفوض لكندا، مرفوض لأمريكا، بيقدر يقدم. لكن لازم نلقي نظرة على الطلب تبعه وعلى الرفض السابق لحتى نعالج هذا الطلب بالطريقة الصحيحة ونحاول نقدم بالطريقة الصحيحة لنيوزيلندا. طيب السؤال الآخر اللي كتير كمان بيتردد، إنه فيني أخذ أفراد أسرتي معي؟ طبعا حسب حالة طلبك، نحن ندرس طلبك ومنقرر إذا ممكن نقدم لأفراد أسرتك، لكن بكل الأحوال هذه الفيزا يسمح لك أنك تتقدم مع أفراد أسرتك أو بدونهم. طيب بالنسبة لفترة هذه الفيزا، هذه الفيزا فترتها ممكن حتى توصل لسنة، يعني ممكن حتى توصل لسنة، بتجي صلاحيتها لسنة. تمام دخول متعدد وتقريبا الرسوم تبعها أرخص من الكندية ب10 دولار أو 5 دولار. الفيزا لكندا 185 دولار، لكن لنيوزيلندا تقريبا 175-180 دولار كندي، فهو الفرق بسيط جدا. لكن الفرق لهلأ الوحيد أنه هذه الفيزا ممكن تتقدم بشكل كامل أونلاين من دون بصمات. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه ممكن تأسس مشروع صغير. يعني إذا أنت حاب تفتح مشروع صغير وما عندك مئات الآلاف من الدولارات مثلا، ممكن إذا مشروع صغير منساعدك بالدراسة لهذا المشروع، الدراسة المالية التخطيطية لإقامة هذا المشروع والمراحل الأولى لإله، طبعا حنساعدك بهذا الموضوع بعدين نتقدم للهجرة لنيوزيلندا. فهذا الشيء كتير بيسهل عليك الاستقرار، بيسهل عليك انه تتقدم وتحصل على نتائج إيجابية بطريقة بروفيشنال.
ما شاء فهذا الله. الشيء كتير بيفيد الأشخاص اللي مهتمين بهذه الفيزا. طيب الشخص حابب بس يزور البلد كمان بيقدر يستخدم هذه الفيزا للزيارة، وبيقدر يقعد فترة معينة ويرجع. إذا الشخص حابب يدرس بنحاول نساعده بالتواصل مع الجامعات والمؤسسات يلي حتفيده بالمجال اللي هو حابب يدرسه. طب في شخص حابب يشتغل مثلا، في عنا تواصل عن جديد مع شركات معترف عليها من الحكومة النيوزيلندية. يعني لما الشخص بيتواصل مع هذه الشركات بيعرف انه هذا الشيء مضمون، بيعرف انه هذا الشيء معترف عليه من الحكومة النيوزيلندية، ما هي مواقع عشوائية. هدول الشركات بيساعدوك بإيجاد عمل بمجال على سبيل المثال التراكينج، سياقة الشاحنات. فهدول الشركات هن للنقل والشحن وبيساعدوك بهذا المجال، وهن بيوظفوك عندهم. فإذا أنت إذا حصلت على فرصة عمل ممكن أن نشتغل لك بعدين بإجراءات عقود العمل أو العقد العمل المناسب لإلك. لكن بمجالات أخرى في عنا شركات بمجالات أخرى غير السائقي الشاحنات ممكن نساعد حسب المهنة. فالشخص بده يتواصل معي قلنا مثلا مهنتي كذا وعندي خبرة مثلا 3 سنين 4 سنين بمجال عملي، في عندكم هذه المهنة حاليا، بدنا ندرس وضعه وبعدين نقرر إذا ممكن أنه نحصل على فرصة نقدم له لأحد هدول الشركات. لكن ما في ضمانات، يعني ما فينا نقول للشخص أنه 100% حتحصل على عقد عمل عن طريقنا. لا، منحاول، ممكن تحصل على فرصة ممكن لا. وإذا كان في دفع أي أتعاب بهذا الموضوع، طبعا الأتعاب غير مسترجعة لأنه في وقت في شغل في تعب على هذا الموضوع مثل ما بنعرف. طيب نحن حكينا هلا على كتير خيارات، حكينا على السياحة، على الدراسة، على تأسيس مشروع صغير ما بحاجة مئات الآلاف من الدولارات، كمان حكينا على موضوع إيجاد عمل عن طريق هذه الفيزا المتعددة لنيوزيلندا. طب أنا ليش أروح على نيوزيلندا؟ نيوزيلندا شعب جدا رائع وشعب جدا ودود. يعني حتى الشعب الكندي لما بنطلع من هون مثلا ونروح على نيوزيلندا بنستغرب قديش هن فريندلي، قديش هن ودودين بشكل غير طبيعي. لأنه مثل ما بنعرف كشعب كندي معروف عنه أنه بولايت، معروف عنه أنه مؤدب، معروف عنه أنه فريندلي. على كل حال نيوزيلندا شعب جدا رائع فريندلي، بلد فيها فرص كتير وما عليها ضغط مثل حاليا هالموجة القوية اللي جاية على كندا. كل الناس حابة تجي على كندا، صحيح دولة جيدة جدا من أفضل دول العالم إذا الشخص بيعرف كيف يستثمر وقته والمواهب اللي هو عنده إياها بهذا البلد. طيب إذا بدنا نحكي على نيوزيلندا، نيوزيلندا كتير جيدة، ففي عنا كتير أشخاص تقدموا بنفس الوقت لنيوزيلندا وكندا، فهذا الشيء موجود عنا كخدمة. بيحب الشخص يتقدم بنفسه، ونحن حنترككم الموقع الرسمي لحتى تقدموا بنفسكم على الفيزا. إذا مش حابين فيكم تقدموا عن طريقنا. الاستشارة حتكون مجانية، يعني بيتواصل معنا الشخص بنشوف إذا مؤهل لهذه الفيزا أم لا. إذا كان في عنده فرص بنقدم له، إذا بنلاقي فرصه معدومة بنخبره حتى ما يخسر أي فلوس. وبعتقد هذه الخدمة ما موجودة عند أي محامي كندي أو أي مكتب محاماة بهذا المجال. الشخص إذا حصل عليها بنحاول نساعده بعدين بخطوات تالية. ما عندنا أي مشكلة بإيجاد سكن مناسب للبادجت تبعك. يعني مثلا انت جاي على كندا وما عندك قدرة تدفع 2000 دولار بالشهر، بنحاول نلاقي لك الحي المناسب خلال يومين، وبنحاول نلاقي لك الشقة وانت تختار، وبنحاول نعمل نفس الشيء بنيوزيلندا. فهذا شيء كمان اكثر من رائع وتطور جديد بخدماتنا. فاليوم هذه الفيزا باختصار مؤهلة لكل الجنسيات، رسومة قليلة، ممكن تتحول لعدة أشياء لبعض الوصول، ممكن التقدم أونلاين، ممكن أنه ما نحتاج أنه نروح لنعطي بصماتنا. ممكن في بعض الأشخاص نطلب منهم بشكل استثنائي، في بعض الأشخاص ما نطلب منهم، فما فيني أكد على هذه النقطة، لكن ممكن بالحالتين بالتو أوبشنز بالخيارين. فينا نأخذ أفراد أسرتنا؟ نعم. بدنا جواز سفر؟ نعم. بدنا حساب بنك؟ يختلف حساب البنك من شخص إلى آخر. ما فيني أعطي مبالغ معينة، ما فيني أعطي أرقام معينة وأنا ما بعرف شي عن الشخص. لازم يحكي معنا، بجاوب عليه وعلى أسئلته، وبعدين بنقرر
على حسب وضعه. هذا كان كل شيء بالنسبة للفيزا المتعددة لنيوزيلندا. لحنا صورنا هذا الفيديو بمدينة تورونتو بأونتاريو بكندا اليوم 5/27/24. الجو تغير فجأة وصار ماطر، وبالنسبة لنا هذا شيء رائع لأنه كان كتير الجو حار اليوم، تقريبا درجة الحرارة 29 مئوية. شكرا كتير لكم لدعمكم. إذا كان في أي استفسارات فيكم تركوهم بمكان التعليقات. إذا كان في عندكم أي اقتراحات كمان تواصلوا معنا على الإيميل. فيكم تشتركوا بالعضوية الشهرية لسرعة الرد، لأنه بيجينا كتير استفسارات وأسئلة فعم نتأخر بالرد على الناس، ونعتذر عن هذا الشيء. صار في عنا رقم تاني خاص بالمشتركين وبالمستثمرين، هذا الرقم هو 001-437-440-3235. هذا الرقم للأشخاص المشتركين بالعضوية الشهرية لحتى ترد عليهم بشكل أسرع أكثر، وللأشخاص اللي حابين يستثمروا بكندا أو دولة أخرى لحتى يكون رد عليهم خاص وسريع. الأشخاص اللي مدورين على استشارة مجانية كمان مرحبين، بضل رقمنا الأساسي هو 416-550-5320. فهذا كان كل شيء لليوم، بشكركم وبتمنى التوفيق للجميع وطاب يومكم.